أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الحمد لله المنعم على عباده بعظيم آلائه، نحمده سبحانه على تعاقب نعمائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أفضل رسله وخاتم أنبيائه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم وأطيعوه، وراقبوه ولا تعصوه، اتقوه جل وعلا حق التقوى، فليس لكم بغير التقوى أمل يبقى ولا حبل يقوى، والعاقبة للتقوى. معاشر المسلمين، إن شأن التحليل والتحريم حق لله وحده، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. ولقد أنكر سبحانه على أقوام جعلوا مصدر التحليل والتحريم من قبل أهوائهم، فقال عز من قائل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا
قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة وإن من أكبر الجنايات يا عباد الله أن يتصدر المرء للخوض في دين الله تحريماً وتحليلاً من غير علم ولا بصيرة وهذا مع كونه جنايةً عظمى ففيه سوء أدبٍ مع الله تبارك وتعالى حيث يتقدم بين يديه فيقول في دينه وشريعته ما لا يعلم وتلك والله أمارة ضعف الإيمان وقلة الديانة بل ونقص العقل والمروءة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أيها المؤمنون لقد رسم سلفكم الصالح رحمهم الله رسموا المسلك الوضاء في هذه القضية ديانة وتثبتا وورعا فهذا أعلم الأمة وسيدها وإمامها بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يسأل عما لم ينزل عليه فيه وحي فينتظر حتى ينزل عليه الوحي وآيات يسألونك في الكتاب العزيز غير قليلة وهكذا كان الأجلاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه وقد سئل عن معنى آية من كتاب الله فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنزل به الحادثة فيجمع لها أكابر الصحابة ويستشيرهم فيها يقول التابعي محمد بن سيرين رحمه الله لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر الصديق ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر ويقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاءه رجل يسأله فقال لا أعلم فلما ولى الرجل قال علي ما أبردها على الكبد ما أبردها على الكبد ما أبردها على الكبد قيل ما هي يا أمير المؤمنين قال أن يقول الإنسان فيما لا يعلم لا أعلم وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل وقال رضي الله عنه إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون وقال أيضا من سئل عن علم يعلمه فليقل به ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم ورحم الله الإمام الشعبي حينما سئل عن مسألة فقال لا أدري فقال له أصحابه إنا نستحي لك من كثرة ما تسأل فتقول لا أدري فقال رحمه الله لكن ملائكة الرحمن لم يستحيوا إذ سئلوا عما لا علم لهم به فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وكان التابعي عطاء بن أبي رباح رحمه الله يقول لا أدري نصف العلم وقال بعضهم إذا نسي العالم كلمة لا أدري فقد أصيبت مقاتله وعن عقبة بن مسلم قال صحبت ابن عمر رضي الله عنه 34 شهرا فكثيراً ما كان يسأل فيقول لا أدري ثم يلتفت إلي فيقول أتدري ما يريد هؤلاء يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً إلى جهنم
أيها المسلمون، وفي تدافع الفتوى وذم المسارعة إليها، أورد ابن عبد البر رحمه الله قول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتٍ إلا ود أن أخاه كفاه الفتوى. وهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، يقدم عليه رجل من مسافة بعيدة فيعرض عليه 40 مسألة، فيجيب عن 40 منها، ويقول في 36 مسألة منها: الله أعلم. فيقول له الرجل: أنت مالك بن أنس، إليك تضرب أكباد الإبل، وإليك الرحلة من كل بلد، وقد جئتك من مسافة بعيدة وتقول الله أعلم، ماذا أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم إن مالكًا يقول الله أعلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرًا ما يُسأل فيتوقف، أو يقول لا أدري، أو نحو ذلك. وقال سحنون بن سعيد رحمه الله: أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علمًا، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم، يظن أن الحق كله فيه. وكان إذا سئل يقول: إنما يفتي الناس مفتٍ أو أحمق، وأنا لست بمفتٍ ولا أريد أن أكون الآخر. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: من أحب أن يُسأل فليس بأهلٍ أن يُسأل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: كل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، وإن كان كارهًا لذلك غير مختارٍ له، وما وجد مندوحةً عنه، وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره، كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في فتاويه وجوابه أغلب. أيها المؤمنون، إذا كان هؤلاء الأئمة الأعلام مع جلالة قدرهم وعظيم مكانتهم يسلكون مسالك التورع والتثبت، فكيف هي الحال الآن؟ وكيف بنا معاشر المسلمين؟ الله المستعان. أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. لقد وصف الحكيم الترمذي عموم الخلق في زمانه فقال: ضعف ظاهر ودعوى عريضة. وعن مالك رحمه الله قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة الرأي فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ وارتاع لبكائه، فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده، وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال ربيعة: ولا بعض من يفتي ها هنا أحق بالحبس من السراق. قال بعض العلماء: فكيف لو رأى ربيعة زماننا؟ ونحن نقول: فكيف لو رأى هذا العالم زماننا هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكم رأى الغيور نزالًا في حلائب العلم، ومتطفلين في ساحات المعرفة، وهم ليسوا منها في قليل ولا كثير، ديدنهم الجرأة على الفتوى، ودأبهم التجاسر على التحليل والتحريم، متشبعين بما لم يعطوا،
يتكلمون بما يعلمون وما لا يعلمون، ويجملون ويفصلون، ويهرفون ويسفسطون، وهم من أجهل الناس في أحكام الشريعة. وقل لمن يدعي في العلم فلسفةً علمت شيئًا وغابت عنك أشياء، إذا سمعت أحدهم يتكلم فكأنما يتنزل عليه وحي من جزمه وجرأته في قوله وعدم تورعه في كلامه، ولربما نسب ما يراه إلى الإسلام. ترى أحدهم يجيب في عظيم المسائل مما لو عُرِض على عُمر رضي الله عنه لجمع له أهل بدر، وكم يتملك كالعجب وأنت تسمع عبارات التعظيم لذواتهم والتعالي في نفوسهم. شعارهم العلماء رجال ونحن رجال، وقاموسهم رأينا كذا، ترجيحنا اختيارنا والذي نراه ونحن نرى، والراجح عندنا، والراد علينا كالراد على الله ورسوله. نعوذ بالله من الخذلان والعجب والغرور. يقولون هذا عندنا غير راجح، قلنا ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ فليس كل من لبس عباءة أو بشتا أو كور عمامة أو أطلق لحية أو نال شهادة أو أم مسجداً أو ألف مؤلفاً أو كتيباً أو عمل مدرساً أو أبلغ في موعظة أو خطبة يعد شيخ الإسلام ومفتي الأنام، يحكم في العقائد والرقاب والأموال والأعراض، يبدع ويفسق بل ويكفر الناس لأقل شبهة، ويستحل دماءهم ويثير الشبهات بإطلاق الفتاوى الشاذة والغريبة، وكأن الأمر شربة ماء. أما علم هؤلاء أن الجرأة على الفتوى جرأة على النار، وأن التجاسر عليها اقتحام وطريق لدخول جهنم؟ عياذاً بالله عياذاً. بل لقد وصل الحال ببعض العامة إلى أن يفتي بعضهم بعضاً، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: هل لا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. لقد أصبح الحديث في علوم الشريعة بضاعة كل متعالم مأفون، وتكلم كثير من الرويبضة في العلم الشرعي، واستطالوا على منازل العلماء ومقامات العظماء والفقهاء، وعمد بعضهم إلى أمور من الثوابت والمبادئ وجعلوها عرضة للتغيير والتبديل بحجة التنوير والتطوير، ووجد من يتجرأ على الفتوى بأمور جاء تحريمها مما علم من الدين بالضرورة، وكثر التحايل على أمور الشريعة فاستحلت كثير من المحرمات بأدنى الحيل، وطالب بعض مثقف العصر ممن تأثروا بالثقافة الغربية طالبوا بالترخص بل بالتفلت من الأحكام الشرعية، فطالب بعضهم بإعادة النظر في حرمة الربا والمعاملات المحرمة أو بعض صورها، وآخرون بالتعجل المذموم والتجاسر المحموم على حجاب المرأة المسلمة وقضاياها وعفافها، أو الجرأة على ثوابت وتعاليم الأسرة المسلمة تحليلاً وتحريماً، وهكذا في سيل من التلاعب المرذول بأمور الشريعة. وتجرأ بعض حملة الأقلام بل وبعض وسائل الإعلام وقنواته المسموعة والمقروءة والمرئية إلى إثارة قضايا كلية من الدين مع بعض المتعالمين ممن يمدون للإفتاء باعاً قصيرة، وأكثرهم عند الفتاوى يفذلكوا، باحثين عن الإثارة، زاعمين استقطاب القراء والمشاهدين. فالويل كل الويل لكل من ارتقى هذا المرتقى الصعب.
على حساب الدين وتعاليمه، فأضل فئاما من الأمة ممن سيحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، كما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: ألا ساء ما يزرون. ولذا فإنه من الواجب أن يقوم بالفتوى الأصلاء دون الدخلاء، والمتأهلون للمتطفلون والمتعالمون، حفظاً لدين الأمة، وتوحيداً لكلمتها، وضبطاً لمسالكها ومناهجها، لتكون مبنيةً على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبفهم سلف هذه الأمة، وبذلك تسلم الأمة من غوائل المحن وبواعث الفتن، وتوجد العواصم بإذن الله من قواصم الجريمة الشنعاء، ألا وهي القول على الله بغير علم. والله المسؤول أن يعصمنا من الزلل، ويحفظنا من الشرور والخطل، وأن يرزقنا نافع العلم وصالح العمل، فهذا هو عظيم الرجاء وكبير الأمل. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: المرء التافه يتكلم في أمر العامة. ألا فليحذر شبابنا من فتاوى لا مصدر لها، أو فتاوى تكفر المسلمين وتبيح سفك دمائهم، أو من فتاوى شاذة لا يتبناها علماء الأمة ولا تجتمع عليها كلمتهم، خاصة في المسائل العامة والحوادث والنوازل التي تنزل بالأمة الإسلامية اليوم. عباد الله، إذا التمستم وبحثتم عن أسباب هذه القضية، أعني الفتوى والقول على الله بغير علم والجرأة على الفتيا، فإن أهمها ضعف الوازع الديني، وقلة الرادع الإيماني، والتقصير في التقوى والإيمان، ومخافة الواحد الديان، وعدم المنهج الصحيح في التلقي والتحصيل، إضافة إلى قاصم الظهور داء الشهرة وحب الظهور، واستشراء التعالم المذموم، وغلبة الهوى، وقعود الأكفاء والمؤهلين عن البلاغ والبيان. ولا يدفعن بعض المؤهلين ورع كاذب وتثبت بارد في تبليغ ما يعلم من دين الله عز وجل، فلا تنافي بين التثبت مما لا يعلم وتبليغ ما يعلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: بلغوا عني ولو آية. وعلاج هذا الداء بتقوية الإيمان والخوف من الله في النفوس، والسير على المنهج الصحيح في التعلم، والأخذ من أهل العلم والرد إليهم للعلم والإيضاح، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لا سيما في المعضلات التي تحتاج إلى مرجعية علمية موثوقة. وما عم فيه التنازع والاختلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فيجب الرجوع إلى أهل العلم الثقات، وإلى الهيئات والمجامع الفقهية، والجهات الشرعية المختصة في الفتيا، وسؤالهم عما أشكل على المسلمين،
ومن العلاج لهذه الظاهرة الخطيرة القراءة في سير الأسلاف الصالحين، والتحلي بأدب الخلاف، والتواضع الجم، والورع الصادق، وقبل ذلك وبعده إخلاص النية لله عز وجل وسؤاله التوفيق والتسديد. واعلموا رحمكم الله أن القول على الله بلا علم نوع من أنواع الكذب عليه سبحانه، فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم، ومن ذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترويج الأحاديث الموضوعة والمكذوبة عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عن من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. ويدخل في ذلك الكذب على علماء الإسلام المعتبرين، وتلفيق الأكاذيب عليهم، أو الأخذ بالشواذ والإغراب في المسائل، أو ما يعمد إليه بعض السفهاء من تتبع رخص الفقهاء، أو التعصب لأحد من العلماء وادعاء العصمة له، وحكر الحق فيما يرى، أو نحو ذلك مما يصد عن المنهج الصحيح بالتلقي. ألا فاتقوا الله أيها المتصدون لهذا كله، واتقوا الله أيها المستفتون، ولا تسألوا إلا من يوثق بدينه وعلمه، لتكونوا على بصيرة في أمور دينكم، ونجاة في أمور دنياكم وآخرتكم. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماماً يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في وطننا، اللهم آمنا في خليجنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وأظله بظل الإسلام والإيمان، وبنعمة الأمن والأمان والاستقرار والوحدة، واهد الجميع للتي هي أقوم. اللهم وفق ولاة أمورنا، وفق ملكنا حمد بن عيسى، ورئيس وزرائه خليفة بن سلمان، وولي عهده سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا واستقرارنا وجيشنا ورجال أمننا، من أرادهم بشر وسوء وفتنة، فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميراً عليه. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان ناصراً ومؤيداً. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أصلح أحوالنا وأحوالهم، اللهم أصلح أحوالهم في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم، واحقن دماءهم، وولي عليهم خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم حرر الأقصى من أيدي الصهاينة الغاصبين، وارزقنا فيه صلاة طيبة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، ويغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،
حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.